باللي حصل في الاخر، فكره التاهل لدوره اولمبيه طوكيو 2021 حاجه مش سهله واكيد ما تمتش بالساهل، فعايزين برضو نعرف منك في البدايه ملابسات التاهل. هو اصلا اللي حصل ما كانش متوقع دلوقتي خالص، يعني هو كان الشغل كله ان انا اتاهل في شهر 4 و5. انا كنت ماشي، هو في طريقتين، في طريق ان انا اتاهل بالرانك وفي بالرقم، فالرقم ده كان صعب، فقلت ان انا اخليه على شهر 4 اركز اكتر ان انا احاول اجيبه. يعني الرقم ده بيبقى رقم تراكمي ولا لا؟ الرقم هو الاخير هو ستاندرد كده 21 10، 20 متر و10 سم. تمام. يا اما افضل موجود جوه الاحسن 32 على العالم. انا كنت الرقم 29 حاجه زي كده بالظبط يعني. لعبت ماتش في نص 12 بالظبط، رميت 20 70، فبقيت المركز ال 20. فلعبت ماتش في يوم 31 بقى بالظبط، ده عديت فيه اللي هو الرقم الموجود اللي هو 21 10، رميت 21 29 وتاهلت بشكل رسمي يعني. جميل. بس طبعا مسؤوليه كبيره فكره ان انت تشارك باسم مصر في دوره طوكيو 2021، اكيد برضو عايزه لها استعدادات مختلفه حبتين عن اي استعداد لاي بطوله ثانيه. هو يعني ميزه ان انا اتاهلت بدري هو ان انا كده بقى معايا يعني الوقت اللي جاي كله للاولمبياد. انا كنت على طول بحاول اعمل مثلا اعداد عشان احاول اتاهل مثلا في شهر 4 او 5، دلوقتي خلاص انا مش هركز على اي ماتش خالص لحد هفضل مركز على طول على الاولمبياد بس في شهر 7 ان شاء الله تقريبا ان شاء الله يعني. طيب ممكن نعرف كده في البدايه، انت اتخرجت من سنه صح كده؟ حاليا متفرغ برضو للرياضه فقط، خلينا نعرف برضو بدايتك كانت ازاي مع العاب القوه، واشمعنى هل هو التكوين الجسماني زي ما انا ابتديت فعلا بيبقى باين يعني على الطفل او الناشئ وهو صغير، ولا في رياضات ثانيه؟ وبعدين هرجع في الاخر خالص بقى للسؤال الخناقه بس في الاخر، خليها نختم بيه. لا والله هو اصلا يعني انا اول ما بدات كنت اصلا جسمي كان فيه خالص يعني. بجد؟ صغير جدا ومليان، كانش فيه حاجه تدل خالص ان انا هلعب قوه اساسا. مفيش اماره يعني. بس هو يعني. امال البدايه جت ازاي؟ هي جت صدفه يعني، كنت معدي قدام الملعب والكابتن شافني ودخلت جوه وعجبتني اللعبه، قعدت اكمل. طبعا في الاول يعني ما كنتش متوقع ان انا ابقى محترف او كده، كنت عادي جدا يعني، هو نفسي العب جمهوريه واجيب ميداليه بس. مع الوقت الموضوع اتطور، وكان الكابتن هو اللي زرع فيا الحته دي، وبقيت العب بطولات ان انا تحت 18، جبت ميداليه بطولات عالم تحت 18، وكملت بقى على كده. حلو جدا. يعني استكمالا للنقطه اللي كانت هواد بتسالك فيها، فكره القوه الجسمانيه وفي الحياه الشخصيه بقى بعيدا عن الملاعب، دايما قاسم مشترك بين كل الابطال وتحديدا الابطال من اصحاب الـ يعني الوزن الثقيل او القوه الصريحه الواضحه، دايما بتلاقيهم هاديين جدا، اهدى بكتير من غيرهم، عندهم ثبات انفعالي ودايما طيبين. يعني خدت بالك من التفصيله دي؟ هو فعلا والله، حتى يعني خدت بالي اصلا كان البيج رامي طريقه كلامه وتعامله مع الناس كده تحس ان هو طفل كبير. يعني صحيح. هو معظم كده، وفي طبعا بيبقى في حالات تلاقيهم معصبيين جدا، لكن هو احنا معظم اليوم بيبقى مركزين في التمرين والنوم واكل، ما فيش حاجه تاني، مفيش حاجه لعصابه، حاجه كويسه. ويمكن ده اللي بيخلي يعني، هو السؤال ممكن يكون طبعا الناس تاخده ان هو هزار، بس لا هو بجد، لان فكره هنا برضو الناس ممكن من الشكل تقلق، فاكيد انت بتخلي بالك قوي حتى لو حد عصبك او استفزيت من حد، ان انت ما تدخلش في الشجار لان مش هيبقى فار او مش هيبقى عادل. هو اصلا يعني في الحياه فيها طبعا يعني فيها، حتى الواحد سايق العربيه ممكن يتعصب او كده، بس هو عموما انا هادي يعني. ويمكن الطاقه اصلا تطلع في التمرين، لان دي كلها مفيده يعني، العاب القوه تحديدا كمان. وصل ما يعني هو بعد التمرين بقى الواحد اصلا عايز يروح ينام، حتى لو العربيه اتخبطت ممكن اروح انام برضه عادي.